في مقابلة أجرتها مع سعادته وكالة الأنباء الألمانية، أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة بنسبة مشاركة عالية وصلت إلى 67%، مثل أكبر دلالة على وعي وقدرة الشعب البحريني على هزيمة الدعوات المشبوهة. وشدد سعادته على أن إيران وأذرعها بالمنطقة وأعوانها بالداخل والخارج حاولوا من البداية عرقلة العملية الانتخابية، فضلا عن عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية التي أرسلت للبحرينيين صبيحة يوم الاقتراع تقول إن أسماءهم قد حذفت من الكشوف في محاولة واضحة للتأثير سلبا على سير الانتخابات، لكن وعي الشعب كان كبيرا وجاء إقباله على هذه الانتخابات هو الأكبر في تاريخ المملكة السياسية. وأشاد وزير شؤون الإعلام بوعي وإدراك المواطن البحريني لأهمية الانتخابات والمشاركة بها في ظل حجم التحديات القائمة، مؤكدا أن وعي الشعب البحريني جاء أعلى من أي اعتبارات طائفية أو أيديولوجية أو حزبية أو ولاءات خارجية. وحول ما إذا كان يرى أن العقوبات الأمريكية ضد إيران ستنجح في الحد من تدخلها بشؤون دول المنطقة، أشار الرميح إلى أن العقوبات خطوة على الطريق لترسيخ الشرعية الدولية من أجل إجبار طهران على الحد من تدخلاتها وانتهاكاتها الصارخة لسيادة أغلب دول المنطقة، مجددا الدعوة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ مواقف حاسمة لإكمال هذه الخطوة وسد أي ثغرات تحاول طهران من خلالها تجاوز أثر العقوبات المفروضة عليها. وعلى صعيد العلاقات مع قطر، استنكر وزير شؤون الإعلام الدور الخبيث الذي يقوم به الإعلام القطري حاليا لتشويه الرموز العربية والإسلامية، وهو ما برز مؤخرا في استهدافه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وشيطنة دور المملكة وحلفائها، واعتبارها أن هذا يدحض ويكشف بوضوح سيف دعوات قطر للمصالحة. وأضاف سعادته أن الأمير محمد بن سلمان يتمتع بحب كبير في قلوب الجميع لمكانته ومبادراته التنموية والإصلاحية الطموحة، هذا بالطبع إلى جانب الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في زعامة العالم الإسلامي والعربي وكونها في مقدمة دول العالم تقديما للمساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية لمختلف الدول والشعوب. ونحن والجميع بالمنطقة نقف صفا واحدا إلى جانب السعودية وندعم الأمير محمد بن سلمان في مواجهة تلك الحملات المغرضة والحاقدة.